بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، ما هو معنى الجهاد وما هو دوره في حياة الإنسان، لا سيما أن ذروة هذا الدين هو الجهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أذكر إخوتي المشاهدين أننا في محطة رابعة. نعم. الإنسان محطته الأولى أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه، والمحطة الثانية أهله وأولاده، والسادسة من حوله. نعم. الرابعة علاقته بما يجري في الأرض. كيف يفهم هذه الأحداث؟ قد تفهم فهما شركيا وقد تفهم فهما توحيديا. الفهم التوحيدي مريح للنفس وواقعي. نعم. والفهم الشركي متعب ومقلق، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الطريق المسدود، يؤدي إلى اليأس. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نعم. نحن لازلنا في المحطة الرابعة، محطة الشأن العام، كيف أفهم ما يجري. فالحقيقة كأن الجهاد حجر الزاوية في الدين، لكن فهم الناس للجهاد ليس كما ينبغي. الحقيقة الجهاد أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما، أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما. نعم. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، بل إن الجهاد أعلى مرتبة في الإسلام، ولكن العوام يفهمونه فهما آخر. إذا ذكر الجهاد ما فهموه إلا جهادا قتاليا، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد. هناك جهاد النفس والهوى، وهناك الجهاد الدعوي. نعم. وهناك الجهاد البنائي، وهناك الجهاد القتالي. فلا بد من أن نوضح معاني هذه الأنواع، لأنه الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى، لأنها كالتعليم الأساسي، لا يبنى شيء متقدم على لا شيء. نعم. فأولاً جهاد النفس والهوى. أستاذ جميل، المهزوم أمام نفسه، أمام شهوته، أمام مصلحته، لا يمكن أن يقاتل نملة. نعم. الإنسان حينما يهزم، والغرب حينما يسعى لكي نهزم من الداخل، لكي نريد ما يريدون، لكي ننغمس في الشهوات المحرمة، الغرب حينما يخطط لنا ذلك يكون قد ألغى هذه الفضيلة أو هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام. فلا بد من جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. إذن الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، وكأنه يشبه التعليم الأساسي. فالذي لم ينجح مع نفسه في الجهاد لا يستطيع أن يفعل شيئاً. والدليل على هذا الجهاد الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وإن الله لمع المحسنين. إذن الجهاد الأكبر أن أحمل نفسي على طاعة الله، أن أمنعها أن تعصي الله، أن أحملها على الاتصال بالله، أن أحملها على أن تبذل الغالي والرخيص. نعم. والنفس والنفيس في سبيل الله، أن أضبطها وفق منهج الله، أن يراني الله عز وجل عند الحلال والحرام، أن يراني حيث أمرني، أن يفتقدني حيث نهاني، أن أكون ملتزماً، أن أكون طائعاً. هذا جهاد النفس والهوى. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. إن جاهدت نفسك وهواك كشف الله لك طرفاً من كمالاته، عندئذ تكون أسعد الناس. فلا بد من جهاد النفس والهوى، لا بد من حمل النفس على طاعة الله، لا بد من حملها على البذل والعطاء
والتضحية والفداء لابد من دفعها إلى الأعمال الصالحة البطولية. هذا جهاد النفس والهوى هو الأساسي في الجهاد. وهذا الجهاد لا أحد يمنعه ولا أحد يحاسبك عليه فيما بينك وبين نفسك. حينما تؤدي الصلوات بإتقان، حينما تبذل من مالك للفقراء والمساكين، حينما تربي أولادك، حينما تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، فأنت في جهاد. وهذا الجهاد الأساسي الذي أراد الله أن نبدأ به. فإذا بدأنا به انتقلنا إلى جهاد آخر هو الجهاد الدعوي. وأيضاً هذا الجهاد من ضروريات الأمة. خيركم بشكل مطلق من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. هذا الجهاد الدعوي سماه الله في قرآنه الكريم جهاداً كبيراً، فقال تعالى وجاهدهم به جهاداً كبيراً، أي بالقرآن جهاداً كبيراً. فنحن ينبغي أن نبدأ بجهاد النفس والهوى، أن نضبط أمورنا، أن نكون مؤهلين لتلقي نوع آخر من الجهاد. فجهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، والجهاد الدعوي كالتعليم الثانوي. فنحن ندعو إلى الله وبلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وكما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا الجهاد الدعوي سماه الله جهاداً كبيراً، لأن الجهاد القتالي من أجل الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك الجهاد الدعوي فشيء رائع جداً. إذا سمح لك أن تنقل هذا الدين للآخرين، أن تبين تعاليمه، أن تبين عقائده، أن تبين فضائله، أن تبين خصائصه، هذا جهاد كبير، وهو في أعلى عليين. والآية الكريمة تؤكد ذلك، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. فإذا انتهينا من الجهاد الدعوي، هناك جهاد خطير جداً، الجهاد البنائي. أمي لا بد من أن تستعد للطرف الآخر، لا بد من أن تستعد عسكرياً واقتصادياً وعلمياً واجتماعياً وإنسانياً. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم، لأن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بشرطين، كل شرط منهما شرط لازم غير كاف. الأول الإيمان، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين الذي يحمل على طاعة الله. وثانياً الإعداد، أعدوا لهم. لكن فضل الله عز وجل أنه ما كلفنا أن نعد الإعداد المكافئ لأعدائنا الأقوياء، لا لا، كلفنا أن نعد الإعداد المتاح وعلى الله الباقي. هذا رحمة بنا. ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، في وقت السيف قوة والفرس قوة، في وقت المنجنيق قوة، في وقت المدرعة قوة، في وقت الطائرة قوة، في وقت الأقمار الصناعية قوة، في وقت الإعلام قوة، في وقت يعني التوجيه المعنوي قوة. فالقوة مطلقة، جاء المطلق على إطلاقه. لكن ليفهم الصحابة ما القوة قال ومن رباط الخيل، هذا عند علماء البلاغة عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والملمح الدقيق يجب أن يكون عدوكم عدوا لله. يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، لا أن يكون العدو مؤمنا. أي مشكلة كبيرة. صحيح. ملمح دقيق في هذه الآية. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقد لا تحتاجون إلى استخدام السلاح. السلاح أحد أكبر وظائفه قوة رادعة. الآن الدول النووية
مرهوبة الجانب. نعم. وقد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا، لكنه ترهبون به عدو الله وعدوكم. صحيح. فإذا تجاوزنا الإعداد، الآن الإعداد إعداد التعليم إعداد، الاقتصاد إعداد، الصحة إعداد، الآن النصر يحتاج إلى مقومات كثيرة جدا، شعب صحيح، شعب مثقف، شعب علاقته الاجتماعية رائعة، فالإعداد واسع شامل. كل مسلم إذا أدار وقته فهو مجاهد، حينما تسهم في بناء الأمة اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، عسكرياً، فأنت في جهاد. هذا أوسع معنى من معاني الجهاد، الجهاد البنائي. فإذا نجح الإنسان في الجهاد النفسي، ونجح في الجهاد الدعوي، ونجح في الجهاد البنائي، ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. أما هذا القفزة الطائشة من لا شيء إلى جهاد قتالي لا ينجح. الجهاد القتالي كالدكتوراه يحتاج إلى تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي، ثلاث أنواع من التعليم تفضي للدكتوراه. فالجهاد القتالي يعني إنسان سيقدم نفسه في سبيل الله. لذلك الإنسان حينما يسلك المراحل الثلاثة في الأعم الأغلب ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. لكن الحقيقة الدقيقة أن الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد. نعم، الحق واحد، الحق يشبه خط مستقيم بين نقطتين. نعم. وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد. نعم. لو رسمت واحد ثاني يأتي فوقه تماما. الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون الآن، والحرب بين حق وباطل لا تطول. نعم. لأن الله مع الحق، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، والحرب بين باطلين لا تنتهي. يعني قد تستمر قرون حرب بين باطلين، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، بس ما في حسم. وأصعب شيء في الحرب عدم الحسم، يعني لا يموت فيها ولا يحيا. صحيح. لا في حرب ولا في سلم، هي حالة صعبة جدا تمر بها الأمة، لا حرب ولا سلم، في أخطار تهددنا وما في حرب ولا عملية. يأتي نصر الله لأحد. نعم نعم. فإذا نحن أمام الجهاد القتالي، هو الجهاد الذي يأتي تاجا على أنواع الجهاد الثلاثة. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين.